سؤال يا شيخ عن معنى الحديث. وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا: حدور روح الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قلت: أمما بقي أو ممن مضى؟ قال: مما تمضي. مما مضى، رواه أبو داود. ما بقي أو مما مضى؟ صحيح. لكن أنا أشكل عليه اللفظ الآن، كيف مما مضى؟ بيقول عن السلفيين: إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل إن جماعة خضويين هاي خطأ من السلف. ومن الفوضى إنه ثلاثة أربعة بيحكوا، وإنه لو كانوا بيآمنوا بشيخهم إيمان الصوفي بشيخهم كنا نقول والله إنه له آذان أربعة خمسة ستة على قد السائلين، لكن ما بيأمنوا الإيمان الحمد لله. كل حال يا شيخ أنا بريء، لأن أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وصف ما جينا مش قادر بأرضي. لا هو احنا فيها نعم هو فكر عدلها انت عدلتها لا عالية رجعت عن الواقع هو لو فيها من ال ذلك يا أخوانا احرصوا ان تكونوا نظام من اكثر من غيركم، لانه غير شيء دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافية انه ترهب لانها حق، فما بالكم إذا انضم إليها ما ليس بحق. حافظوا على نظام وترك الخوضة. واحد بده يسأل، إن شاف غيره ساكت يحركها فليسأل، أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ. وإذا كان شاعر هو لأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم، فإذا من الإشارة، والحر تكون إشارة إن شاء الله.